الفنان العراقي ماجد المهندس أغنيته الجديدة أخ قلبي تخطت حاجز ال 35 مليون مشاهدة في حوالي 3 شهور تقريبا، وده من خلال قناة روتانا على اليوتيوب. الأغنية من كلمات قصي عيسى وألحان علي صابر والتوزيع لحسام كامل. ماجد المهندس أحيا حفلة في دبي في أول ليالي عيد الأضحى، وكان بيشاركوا في الحفل الفنانة مريم فارس، والحفل حقق نجاح كبير جدا وحضروا عدد كبير من نجوم الفن والإعلام على رأسهم الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات الأستاذ سالم الهندي. صار لي هواية مضحك من كل قلبي، أعرف الضحكة دربها غير دربي، دنيا ما حصلت منها غير تعبي. الفنان ماجد المهندس حاليا بيحضر لعدد من المشاريع الفنية من بينها الألبوم الجديد واللي بيضم جميع الأغنيات اللي طرحها في عامين 2015 و2016، وحيكون بعنوان أخ قلبي من إنتاج شركة روتانا. وكمان بيحضر لألبوم تاني بيتضمن أغنيات جديدة، ووعد جمهوره بالتحضير لمفاجأة غنائية وقال إنها ديو مع فنانة مميزة، وهيكون الفيديو كليب من إخراج مخرج عالمي، ورفض الإعلان عن أي تفاصيل تانية. كمان ماجد المهندس اتكلم عن الفنان كاظم الساهر واللي قال عنه انه مدرسه فنيه بسبب الاعمال الفنيه المميزه اللي قدمها طول السنين اللي فاتت، وكان سبق وقدم ديو مع كاظم واغنيتين هما نامي عيني وكمان اغنيه ملينا البعد. ماجد المهندس قدم الحان لعدد كبير من الفنانين، من بينهم الفنان محمد عبده وعبد الله رويشد، ومن بين الفنانات شيرين وانغام ونوال الكويتيه، وكمان قدم الحان مهرجان الجنادريه بالاشتراك مع الملحن ناصر الصالح. منتظرين دايما نجاحات متميزة للفنان ماجد المهندس، سواء كانت ألحان أو أغاني أو كمان حفلات بيسعد بيها جمهوره اللي بينتظر منه دايما الجديد والمتميز.